مسي عليكم بالخير اعزائي المشاهدين من قناه كويت سبورت وبرنامج فتنس، البرنامج اللي يختص بلعبه كمال الاجسام والتغذيه. نكمل مشوار حلقتنا مع الكابتن المحترف حمد الشطي وتمرين عضله البيطان. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يعطيك العافيه. الله يعافيك. طبعا احنا خذينا تمرين البيطان كان باسلوب مختلف، باسلوب خاص بالكابتن حمد الشطي، واليوم هذا التمرين الثاني عضله البيطان. شلون طريقته وشنو تبي تتكلم عنه وشنو تبي توصل لنا الفكره؟ حلو. طبعا الجهاز هذا بديل المنشار، منشار الدامبل اللي عامه الناس يقولون عنه منشار دامبل اللي تكون هذه وضعيته. اي طبعا وايد اصاباته وايد سبب انه ما في سيفتي، ما يلبس حزام، الزاويه غلط، ريله غلط، محمل وزن ثقيل، فصار انه على جهاز انك انت وانت قاعد تلعب منشار كيبل ومتمكن اكثر وتشغل العضله بصوره احسن. الجهاز هذا يعطينا يمكن حق ثلاث زوايا اللي هو المنشار كيبل. طبعا عضله المنشار تشغل الظهر كله، هما عضلتين التمرينين اللي يشغلون عضله الظهر كامله، التي بار والمنشار الدامبل. اقوى تمارين، اقوى تمارين الظهر اللي اكثر الناس ما تحبها، اكثر واحد تجي تقول له روح العب منشار ولا العب تي بار حر ما يضايق، يختنق، اي يتعب، لا في مجهود، او ما بلش تعب. ما بلش تعب. اي فصار بديل الجهاز هذا. محمد راح يبلش الحين، اول شيء يلعب ضيج، حلو، يلعب فردي ايد بايد، بعدين هم فردي واسع ايد بايد، في واسع جولتين، في قصدي زاويتين، في الضيجه وفي تصير الخارجيه بالطريقه هذه. ايوه. اي هذه الزوايا. العب محمد اول شيء فردي ايد بايد، هذه اول زاويه، يلعب هنا 10، هم ايد الثانيه هم 10، بعد ما يخلص ايد الثانيه 10 يكمل يلعبهم بايد الثنتين، يلعب زوجي الحين فردي ايد بايد تركيز، امسك المسكه تحت سيفتي وبطيء، احنا نوضح حق المشاهد ان ابي التمرين يكون بهالشكل سوبر عشان يوصل دم حق العضله. بس انه يمكن وايد ناس تتساءل ليش حمد تمارينه وايد على جهاز واحد، ليش ياخذ مثلا خمس ست تمارين بجهاز واحد؟ مو اذا اعطيته انا تمرين واحد، لو اقول له العب اربع جولات بجوله واحده، الحين تقول لي شلون اربع جولات بجوله واحده؟ ما تريح يعني. ورا العب مثلا 10، اي اوقف الوزن خمس ثواني العب 10، اوقف، احنا امسك واسع، اكمل اربع جولات بجوله واحده، اخلص تمرين كامل بجوله واحده، فاللاعب راح يقول لا اتعب انا، يمكن ما عنده لياقه، عرفت؟ غير انك انت تبدل له شوي في الزوايا، من تبدل حركه العضله، الحين الزاويه هذه اللي بالعرض تشغل البيطان من فوق، عضله الظهر من فوق. الزاويه الوسطيه هذه اللي تو اللي بالنص الضيجه من النص، نص الظهر وكامل، طبعا كله كامل، حتى الزاويه هذه كامل. تلاحظ اكثر الناس هني اذا بطل ايده لفوق صار كتف خلفي. اي اذا ايده الزاويه لتحت على البيطان صار بيطان، عرفت؟ هذه نقطة نوصي المشاهد انه يركز عليها. إيه انه لا يلعب المسكة اللي بالعرض، لا يلعبها سيدة لفوق. ينزل كوع. راح يصير كتف خلفي، نزل كوعك خليه يصير بيطان. ايه امسك العضلة صح. يعني لا ترجع ايدك وايد لورا. ايدك لهني ورعص العضلة صح. وانا افضل انه بعد كل جولة، بالذات الشباب اللي يشاركون بطولات، يبي الشكل هو. ياخذ بعد كل جولة يسوي له بوزنج. احنا قاعد نتكلم بشكل عام حق الناس، بوزنج ياخذ وضعيه. مثلا قاعد يلعب بيطان كل جوله يخلصها يحاول يشد على بيطانه 15 ثانيه، يعد كذي مثلا زاويه اللي تحت 15 ثانيه، 1 2 3 يرعص العضله، بعدين الجهه الثانيه، او ياخذ مثلا بوز دبل باي، او يفتح بيطانه يفرش 1 2 15 ثانيه، عشان هم يصير شيء تشكيلي، مو انك انت بس ممرن العضله بس ما فيها لياقه بالبوز. بالبوز. ايه بالوضعيه، البوز يعني الوضع. اكثر الناس تلقى على المسرح يتعب بالاوضاع، ما يقدر يعرف. حمد امسك الزاويه اللي برا كمل. يتعب بالبوز، ما عنده لياقه. بالذات لعبه البادي بيلدينج والكلاسيك فيزيك. اما الفيزيك
ممكن انه محتاج لياقه بس مو كثر البوزات لان بوزاتها اكثر بوزاتها اي تكون بسيطه وسهله بوزين امامي وخلفي على جماليه الجسم فبس محتاج انه الوقفه اللي ايده تكون على خصره ويبرز جماليته بس هذا الفيزيك اما البادي بيلدينج بادي بيلدينج لاعب ياخذ 7-8 وضعيات من تقول انت سوي مثلا دبل باي ولا البيطان امامي شاد من تحت لفوق اي ايوه حتى شكلك لا يكون مخترع مبتسم طبعا انت عارف الامور هذه ان الشكل الحكم يحب الثقه على المسرح ان شاف لاعب ما عنده ثقه مرتبك بالبوز ولا يتحرك وايد يدري اللاعب هذا خايف عرفت والخوف هم يخلي جسمك شوي يتعب على المسرح يعبي ماي بشكل عام يمكن الناس ما تعرف شنو يعبي ماي بلحظات بسيطه جسمك يبلش يصير فلات يعني العضله اذا كان فيها بروز عضلي البروز العضلي هذا كله يروح يصير طبقه جلد ماي سبحان الله هذا الخوف شو يسوي فيك اي الحين اخذنا هني واحده ثنتين ثلاث غير الزوجي بيدك ثنتين اربع فكذي يكون هو خالص تمرين اخذنا تمرين كامل تمرين كامل تمرين كامل مع تمرين بيطان كامل من غير الحلقه السابقه طبعا ايوه اي لاعب مثلا يقدر يدش التمرين هذا وياخذ بالزوايا اللي انت ذكرتها بالطريقه اللي انت ذكرتها خمس جولات هو يكون خالص يعني مثال في ناس تسافر يقول كابتن اذا رحت سافرت او الفندق اللي قاعد فيه مثال ما في جهاز يقول ما عندي انا الا الجهاز شو اسوي؟ يوني يكلموني شباب كل الزوايا اقول له يعني اصدمه انا اقول له تقعد على هالجهاز 15 جوله ما تقوم لين تخلص كل زاويه تمر عليها كذي 10 جولات 10 جولات 10 جولات يقول 30 جوله على جهاز واحد قلت له اي لان ما عندك الا هالجهاز المهم انك انت لعبت واديت صح حتى لو عندك انت تجهيز بطوله في سنه 2017 عندي تجهيز بطوله سان مارينو ايطاليا تجهيز كامل مجهزه بالبيت عندي جهاز شامل بسيط الجهاز بس يبي له شوي تكنيك انه واحد شوي يعرف له جهزت تجهيز كامل يمكن كنت ما اتكلم قدام الناس قلت بس خلي تعدي عادي بعدين اشرح حق الناس انه شلون انا جهزت بالبيت فهني انا ببين لك انه مو ان انا ذكي الاراده فوق كل شيء ايه انت ذا شيء تبيه توصل له طبعا عندك اراده قويه والخبره تلعب دور وانت عارف شلون تكيف الزوايا واعرف شلون اشغل العضله صح ايوه بالضبط هذه كذي خلصت وحققت فيها المركز الاول هذه اخذت اول ما شاء الله تبارك الحمد لله يعطيك العافيه كذي احنا خلصنا تمرين البيطان انتقل وياك حلقات جديده ان شاء الله ان شاء الله خليكم معنا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل الى هنا اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام حلقاتنا مع الكابتن حمد الشطي ترغبونا في حلقات جديده مع ضيف جديد